التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش حول فض اعتصام القيادة العامة عده ناشطون تقريرا لا ينتهك السيادة الوطنية، لكن بالمقابل هنالك مراقبون ومتابعون يرون أن سيادة القانون يجب ألا تنتهك بالتدخلات الخارجية. التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش والذي طالبت فيه السلطات السودانية متمثلة في حكومة الفترة الانتقالية بإعطاء الأولوية للعدالة والوفاء بوعد الانتقال إلى دولة قائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون، عده ناشطون تقريرا لا يتدخل في انتهاك السيادة الوطنية، وذلك استنادا على الأحداث الكثيرة التي حدثت على مر التاريخ والتي لم يتم التحقيق فيها والخروج بنتائج. أنا بعتبر التقارير دي هي ما انتهاك لسيادة الدولة، لأنه أصلا الدولة لو احترمت شعبها واحترمت إنسانية الإنسان ما في جهة بتتدخل. يعني هذه الجهات الحقوقية والحقوق الإنسان وكل الحاجات اتدخلت بعد ما أصلا هناك في مشاكل، يعني وفي حاجات حصلت ضد الإنسانية مثلا، يعني عشان كده الجهات دي اتدخلت. أنا ما بشوف إن ده تدخل يعني، بل إنما بشوف إن الدولة هي ما احترمت شعبها، عشان كده الناس دي لما تدخلها حتى يعني هي استقصد الحقائق واتدخلت، يعني بتمشي للمكان اللي حصل فيه الحادث وبتطلع تقارير صحيحة، يعني رغم ان برضه في جزء يعني ما بتمشي المحل لكن بتسمع، لكن في جهة بتمشي للواقع وتستقصى الحقائق وتطلع التقارير. لكن مراقبين ومتابعين يرون أن سيادة القانون يجب ألا تنتهك بالتدخلات الخارجية، فالسودان يمتلك كلمته في العدالة خاصة بعد التغيير الذي حدث بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، فهناك قضاء عادل ولجنة تحقيق مستقلة تم تكوينها للتحقيق في الجرائم التي حدثت في البلاد، أبرزها قضية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم. أنا بعتقد أنه هو بدرجة كبيرة فيه تدخل في السيادة الوطنية، والضرر الأسوأ منه أنه حيأثر على حيادية التقرير اللي حيصدر من لجنة دكتور نبيل أديب. ومعلوم يمكن حتى في الإعلام العادي يعني في الصحافة ممنوع تناول القضايا تحت في درجات التغاضي عشان ما يتم التأثير على العدالة. يعني أنا بتخيل أنه لجنة نبيل أديب حتكون تحت ضغط عالي جدا بصورة رسمها التقرير بتاع هيومن رايتس ووتش. منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت فيه الحكومة الانتقالية باتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة القانونية عن الانتهاكات الحقوقية السابقة بما فيها الهجمات على المتظاهرين وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان. عمار حمزة لقناة طيبة، الخرطوم. طيبة لحياة طيبة.